وأنت المواطن حقوقه على دولته لنمنع إرهابه وتربيعه. إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت، أهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع منير الحافي. مساء الخير في عناوين النشرة. أكدت على الأهمية التي يوليها الاتحاد مواصلة الحوار مع كل الأطراف السياسية في لبنان ومن بينها حزب الله. أخرست تجول على عين التيني وقصر بستروس، واليونيفيل يؤكد أن سلامة جنوده وموظفيه من مسؤولية السلطات اللبنانية. كان بإمكان حزب الله تجنب الوصول إلى ما وصلت إليه الأمور. المستقبل رحبت بالتوجه للحوار مع قيام حكومة جديدة من غير الحزبيين. والجيش الحر يبدأ معركة تحرير أكبر معسكر للنظام في الشمال، ومعارك ضارية في دمشق وريفها. أهلا بكم. انقسام داخلي وفلتان أمني جلبه تحول سلاح حزب الله من سلاح مقاوم إلى سلاح ميليشيا منذ 7 أيار من العام 2008 حتى اللحظة. ويلات وجثامين قتلى وصورة سوداوية عن لبنان حملها تدخل حزب الله في الحرب السورية. ولم يتوقف الحزب هنا، بل استحضر إلى لبنان قرارا أوروبيا قضى بإدراج جناحه العسكري على لائحة الإرهاب. وفي حيثيات القرار الأوروبي على ما يبدو فصل بين حزب الله كحزب سياسي وأداته العسكرية ليضع بسلاحه المتفلت الداخل اللبناني والخارج العربي والأوروبي. والسؤال، ماذا بعد القرار الأوروبي وتداعياته، وماذا عن استحقاقات الداخل؟ فالحوار الذي تدعو إليه جميع الأطراف معلق بانتظار تشكيل الحكومة التي أكدت كتلة المستقبل النيابية على أولوية العمل من أجل إنجازها لإطلاق عجلة العمل في مؤسسات الدولة. والأولوية هذه تتقاطع أيضا مع أجواء رئيس الجمهورية ميشيل سليمان الذي أكد أمام زواره أيضا على أهمية تشكيل الحكومة التي يضع حزب الله وحلفاؤه العراقيل أمام ولادتها. قرار الاتحاد الأوروبي شكل محور جولة سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا إخوريست على قصر بستروس وعين التيني، وهي أكدت أن القرار لن يطال العلاقة مع لبنان. شكل القرار الأوروبي بإدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب محور لقاء وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا إخوريست، التي أكدت أن القرار سينشر الخميس المقبل وقد جاء على خلفية تفجير بورغاس، مشيرة إلى أنها ستنقل القلق اللبناني حيال انعكاسات هذا القرار على الحياة السياسية في لبنان إلى بروكسل. أكدت على الأهمية التي يوليها الاتحاد مواصلة الحوار مع كل الأطراف السياسية في لبنان ومن بينها حزب الله، وسيواصل الاتحاد تقديم المساعدات المالية، كما أن التواصل قائم بين الاتحاد مع الوزراء والنواب وكل السياسيين والأحزاب، وسيبقى لبنان شريكا قويا وهاما جدا للاتحاد الأوروبي، وما يهمنا هو الاستقرار والوحدة والازدهار، ونحن ندعم بقوة كل الجهود المبذولة حتى الآن من قبل الرئيس سلام لتشكيل حكومة تعكس تطلعات الشعب اللبناني، كانت حكومة وحدة وطنية أم أي شكل آخر. وردا على سؤال حول التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله، أشارت إخوريست إلى أن القرار ميز بين من يطلعون بدور سياسي في إطار الحزب وأولئك المنخرطين في عمليات عسكرية. إخوريست التقت كذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري وجرى عرض لقرار الاتحاد الأوروبي وتداعياته. الرئيس بري أعرب عن استنكاره وإدانته للقرار، ورأى أنه في توقيته ومضمونه واستتباعاته يعبر عن استخفاف بالعدالة، كما يشكل خدمة مجانية لإسرائيل. ودعا بري الاتحاد الأوروبي إلى التراجع عن قراره وإجراءاته لأنها ستطاول جميع اللبنانيين ومصالحهم في أوروبا، إضافة إلى التشويش على علاقات الجوار العربية الأوروبية وخصوصا اللبنانية، وسيعطل الشراكة الأوروبية مع بلداننا، وسيعرض الوضع اللبناني الهش لمزيد من التوتر والاضطراب والقلق. السفير الإيراني في لبنان غضنفر ركن أبادي أكد عقب لقائه وزير الخارجية عدنان منصور أن إيران تدين قرار الاتحاد الأوروبي لأن المقاومة تقف في وجه إسرائيل، مشيرا إلى أنها وأمريكا ضغطت باتجاه هذا القرار، وعليها أن تعرف أن هذا القرار لا يؤثر أبدا على نهج المقاومة.
أكدنا على موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإدانة هذا القرار، ونحن نعيش في عالم وانغلبت المعايير فيه. المقاومة بوجه الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة اللي تكون لها وزراء بالحكومة ونواب مجلس النيابي وتستند لشعبية عارمة تصنف إرهابية. وأما أكبر الإرهابيين وأكبر المحتلين وأكبر المعتدين على المقدسات وحقوق الإنسان يسمى قديسا. استنكرت وزارة الخارجية السورية قرار الاتحاد الأوروبي بحق حزب الله، ولفتت إلى أن هذا القرار يشكل تلبية للمطالب الأمريكية والإسرائيلية ضد حركة المقاومة في لبنان وبقية الدول العربية، ويشجع على العدوان والاحتلال. وأكدت دمشق أن القرار لن يؤثر على روح المقاومة التي قادها حزب الله لتحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي. اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم القوات الدولية العاملة في الجنوب أنطوانات ميداي في حديث لتلفزيون المستقبل أن أمن جنود اليونيفيل وسلامتهم تقعان على عاتق السلطات اللبنانية. إن أمن وسلامة جنود وموظفي اليونيفيل والأمم المتحدة في منطقة جنوب الليطاني تقع على عاتق السلطات اللبنانية والجيش اللبناني الذي يعتبر شريكا استراتيجيا لنا في أداء مهمتنا، ولا إجراءات استثنائية لمناسبة صدور قرار الاتحاد الأوروبي. رأت كتلة المستقبل النيابية أنه كان بإمكان حزب الله تجنب الوصول إلى ما وصلت إليه الأمور بعد إدراج جناحه العسكري على لائحة المنظمات الإرهابية، ودعته إلى العودة للالتزام بالثوابت الوطنية. أسفت كتلة المستقبل النيابية لقرار الاتحاد الأوروبي إدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية، كونه يطال طرفا لبنانيا أساسيا وكانت له فيما مضى تجربة وطنية كبيرة وساطعة في مواجهة العدو الإسرائيلي. لكن حزب الله ما لبث أن انقلب على إنجازات تلك المرحلة وحول بندقيته إلى الداخل اللبناني ووجهها إلى صدور باقي اللبنانيين وكذلك إلى الداخل السوري لمقاتلة الشعب السوري، وحيث تحول الحزب عندها من سلاح مقاوم إلى سلاح ميليشياوي بشكل مخالف للدستور وللقوانين اللبنانية، مما يهدد النسيج الوطني والتماسك اللبناني الداخلي. تؤكد الكتلة على ضرورة التزام حزب الله بما يلي: 1- سحب كل المقاتلين وفرق الميليشيا من سوريا. 2- تسليم المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى العدالة الدولية. 3- وقف كل الأعمال والأنشطة والتورطات الأمنية والعسكرية في الخارج. الكتلة التي اجتمعت في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة رحبت بالتوجه للحوار مع قيام حكومة جديدة برئاسة تمام سلام، مع التأكيد على أهمية تنفيذ مقررات جلسات الحوار السابقة والتي كان آخرها إعلان بعبدة. باعتبار أن الحوار بالنسبة للكتلة كان وما يزال وسيلة مفضلة للتعاطي والتواصل مع الشركاء في الوطن، وخصوصا في هذه الظروف الخطيرة والمصيرية المحلية والإقليمية التي تعصف بلبنان، وذلك من أجل بحث قضية السلاح حزب الله والملفات المتفرعة عنه. والكتلة ولهذا الغرض سوف تجري المشاورات اللازمة مع الحلفاء في قوى 14 من آذار من أجل التوصل إلى موقف موحد في هذا الخصوص. وفي الموضوع الحكومي كررت الكتلة الموقف من التمسك بحكومة من غير الحزبيين لمعالجة المشكلات العالقة. وكان الرئيس السنيورة وضع أعضاء الكتلة في أجواء اجتماعاته مع الرئيس سعد الحريري في جدة واجتماعه مع رئيس الجمهورية صباحا، إضافة إلى قرارات رؤساء الحكومات لمعالجة ملف دار الفتوى. عرض رئيس الجمهورية ميشيل سليمان إذن مع رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة للتطورات السياسية والحكومية الراهنة. إلى ذلك غادر الرئيس سليمان بيروت متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة تستمر بضعة أيام. فاصل نتوقف خلاله مع أذان المغرب. المسائية مستمرة، هذا تذكير بأبرز ما ورد فيها من أنباء.
أخرس تجول على عين تين وقصر بسترس وتؤكد أن القرار لا يطال العلاقة مع لبنان. اليونيفيل يؤكد أن سلامة جنوده وموظفيه من مسؤولية السلطات اللبنانية. كتلة المستقبل النيابية كان بإمكان حزب الله تجنب الوصول إلى ما وصلت إليه الأمور بعد إدراج جناحه العسكري على لائحة المنظمات الإرهابية. أمل رئيس الحكومة المكلف تمام سلام أن يراجع الاتحاد الأوروبي قراره الذي لا يخدم الهدف الذي طالما عبرت عنه دول الاتحاد في مساعدة لبنان على تجاوز تعقيدات وضعه السياسي الداخلي، ولا الرغبة اللبنانية الأوروبية المشتركة في التصدي لقضايا الإرهاب في المنطقة والعالم. أضاف سلام إن لبنان يعيش مرحلة صعبة ودقيقة، والقرار الأوروبي الذي لا يخلو من غموض حول طبيعته وكيفية تطبيقه وانعكاساته على لبنان لا يساعد في دعم الجهود التي يبذلها الرئيس ميشيل سليمان لإحياء الحوار الوطني بهدف تعزيز الاستقرار وتحصين البلاد على المستويين الأمني والسياسي. توجه رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون بعد اجتماع تكتله بكلمة إلى الاتحاد الأوروبي مذكرا إياه بقيمه، مشيرا إلى أنه أذهله إدراج حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية لما في هذا القرار من تناقض مع الشرعية الدولية التي تدعو إلى الدفاع عن النفس وحق الشعوب في تحرير أرضها. كنا نتمنى من دول الاتحاد الأوروبي أن تدعمنا بحقنا في أرضنا وتدعم الفلسطينيين بحقهم في العودة، إلا لا أن تتهم المقاومة بالإرهاب بناء على اتهامات كاذبة. فالأرجنتين نفت أن يكون لحزب الله علاقة بالحادث الذي وقع على أرضها، ووزير الخارجية البلغاري صرح منذ أيام أنه لا يجب أن يبنى قرار الاتحاد الأوروبي على أساس تفجير بورغاس لأن دور حزب الله فيه ليس مؤكدا. تحول حزب الله من مقاومة الظلم إلى ذراع عسكري مرتبط بمشاريع إقليمية دفع بالاتحاد الأوروبي إلى إدراج الجناح العسكري للحزب على لائحة الإرهاب، الأمر الذي ينعكس سلبا على صورة لبنان في العالم كما وينعكس على الحزب وبيئته. تقرير شرب العبود. إلى لائحة الإرهاب الأوروبية أضيف الجناح العسكري لحزب الله، قرار لم يأتي من عدم وفق المراقبين. فالحزب الذي عرفه العالم مقاوما ضد القهر والاحتلال في لبنان تحول إلى ذراع عسكري إقليمي يدار من خارج الحدود، وتصل عملياته إلى خارج الحدود أيضا، من لبنان السابع من أيار وصولا إلى سوريا، مرورا باتهامات بشأن عمليات عسكرية بدول أوروبية. أداء عسكري دفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قراره. حزب الله أوجد حاله في وضعية تجاوز فيها دوره كمقاومة إلى دور الجماعة المسلحة، يعني بيمارس أعمال القتل والحرب في لبنان، في الخارج، في مصر، في بلغاريا، في سوريا مؤخرا، وأوجد حاله تحت رقابة المجتمع الدولي منا اليوم الاتحاد الأوروبي، ووضع حاله بأسوأ وضع من حيث انتقال الأفراد وتبادل المالي والتجاري والاقتصادي. هذا في الشكل، أما على الأرض فكيف سيترجم القرار الأوروبي؟ رقابة بالنسبة لإجازات السفر للفياز، رقابة بالنسبة للتبادل المالي، رقابة بالنسبة للتجارة، رقابة بالنسبة للإقامة للأعضاء ولا سيما القياديين. ويبدو من القرار أنه القرار عم ينشغل عليه من عدة سنوات، لأنه هيدا قرار لا يقدروا ياخذوا داتا عنه، بده يكونوا عرفوا مين القياديين ومين الأفراد داخل حزب الله. بالنسبة لكثير من اللبنانيين نزع حزب الله عن ذراعه العسكري صفة المقاومة، وبالنسبة للعرب أيضا، واليوم أضيف الأوروبيون إلى القائمة، فهل يستدرك الحزب ويدرك قبل فوات الأوان خطورة ما فعله وما سينتج عن القرار الأوروبي من تداعيات على بيئته وعلى لبنان؟ يواصل الجيش الحر تقدمه في الشمال السوري، فبعد سيطرته على خان العسل بدأ في الساعات القليلة الماضية معركة تحرير معمل القرميد الذي يستخدمه الجيش النظامي منطلقا لقصف مدينة إدلب. وفي حال تمكن الجيش الحر من السيطرة على هذا المعسكر فأن الطريق إلى مدينة إدلب يصبح مفتوحا بشكل كامل. في المقابل تتواصل الاشتباكات العنيفة في دمشق وريفها، وشهد مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين اشتباكات عنيفة بين قوات حكومية
وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الحر من جهة أخرى. تطورات عسكرية متلاحقة، فبعد سيطرة الجيش الحر على خان العسل بريف حلب أضحت إمدادات قوات النظام من دمشق شبه مقطوعة، الأمر الذي دفع الجيش الحر إلى الانتقال إلى مهاجمة معسكر القرميد في ريف إدلب الذي يعد أكبر حاجز عسكري للنظام في الشمال. يأتي ذلك في وقت تبقى أحياء القابون وجوبر وبرزة ومخيم اليرموك في دمشق عرضة للقصف المدفعي والصاروخي من قبل كتائب الأسد التي تواجه بمقاومة شرسة من قبل كتائب الجيش الحر التي منعتها من تحقيق أي اختراق يذكر تحديدا في القابون وجوبر. وفي حمص لا يزال الوضع على حاله من القصف المركز والعشوائي على أحياء حمص القديمة وتحديدا أحياء الخالدية وجورة الشياح من قبل جيش النظام المدعوم بقوات حزب الله. هذا وسيطرت قوات المعارضة على قريتي الحجيرة وعبيدة في ريف حلب الجنوبي قرب بلدة خناصر، إضافة إلى قطع طريق إمداد الجيش بين حلب وحما الواصل بين السلمية ومعامل الدفاع وسيطرتهم على كميات كبيرة من السلاح والذخيرة. كما تعرض حي الأربعين بمدينة درعا وبلدات جدل والحارة وعدوان وتسيل بريف درعا لقصف بالمدافع وراجمة الصواريخ. توجه رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربة إلى العاصمة الفرنسية تلبية لدعوة فرنسية وجهها الرئيس فرانسوا أولاند وتهدف للبحث في التعاون المشترك وفي حاجات المعارضة السورية. ومن المقرر أن يلقي الجربة يلتقي غدا بالرئيس الفرنسي في قصر الإليزي قبيل توجهه إلى نيويورك حيث يلقي كلمة في الأمم المتحدة يوم الجمعة. أكد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي مايك روجرز أن الرئيس باراك أوباما أصبح قادرا على المضي قدما في تنفيذ خطته لتسليح المعارضة السورية بعدما انحسرت المخاوف لدى بعض أعضاء الكونغرس من هذه الفكرة. في مصر تستعد القوى الثورية للاحتفال بثورة 23 يوليو في وقت أعلن الإخوان أنهم مستمرون في التصعيد الذي ترافق مع التهديد بالقتل. في المقابل أعلنت وزارة الصحة المصرية عن سقوط 9 قتلى و86 مصابا خلال الاشتباكات بين مؤيدي الرئيس المعزول مرسي ومعارضيه. في ظل التوتر الأمني الذي تشهده مصر احتشد المئات من المواطنين وأعضاء اللجان الشعبية بالشرقية لإحياء ذكرى ثورة 23 تموز التي أطاحت بالحكم الملكي. ويأتي هذا التحرك في أعقاب اشتباكات دموية بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضين له في ميادين رابعة العدوية في القاهرة والنهضة في الجيزة أدت إلى مقتل وجرح العشرات. وعلى خلفية هذه الأحداث أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا أكدت فيه استمرارها في ثورة 25 يناير إلى حين انتزاعها من سارقيها والذين يريدون أن يعودوا إلى نظام حكم عسكري. جبهة الإنقاذ الوطني دانت استمرار أنصار الجماعة في مهاجمة المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير بالقاهرة وفي الإسكندرية والقليوبية ومدن أخرى عديدة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية من دون ملاحقتهم قانونيا. إلى ذلك قال المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد بن سلماني إن مصر لن تكون سوريا ثانية ومن يدفعون في هذا الطريق خونة وعملاء. تتابعونا في النشرة بعد الفاصل. أزمة جديدة في دائرة أوقاف صيدا فيما ميقاتي يقر التمديد سنة لسوسان. خارطة طريق من لجنة الشباب والرياضة لإنقاذ كرة السلة. مجددا نحييكم. ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قوة من مخابرات البقاع في الجيش اللبناني تمكنت من توقيف المشتبه به بزرع العبوة الناسفة على طريق المصنع منذ أيام والتي استهدفت سيارة تابعة لحزب الله وذلك بعد مداهمة أحد المنازل في بلدة مجد العنجر. وأوضحت أن الموقوف السوري الجنسية من مدينة الزبداني ويدعى ألف حاء. بعد أزمة إفتاء صيدا في أيار الماضي بين المفتي الأصيل الشيخ سليم سوسان وبين المفتي المعين الشيخ أحمد نصار
من قبل مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، تكرر المشهد بأزمة جديدة في دائرة الأوقاف في وقت أقر فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قرار لجنة المجلس الإداري لأوقاف صيدا بتجديد التعاقد مع سوسان لمدة سنة. أزمة جديدة تشهدها دائرة أوقاف صيدا، حيث سارع مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني إلى تعيين رئيس جديد للدائرة هو الشيخ نزيه النقوزي الذي يشغل في الأصل مهام محرر بدائرة الأوقاف، مخالفا بذلك قرارات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى والتي تحظى بغطاء قانوني من مجلس شورى الدولة. وصباحا توجه النقوزي إلى دائرة الأوقاف بهدف تسلم مهامه من المفتي سوسان، إلا أن سوسان وبناء لقرارات المجلس الشرعي ومجلس شورى الدولة التي جددت له كرئيس للدائرة رفض تسليمه وطلب من القوى الأمنية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مبنى الأوقاف ومنع الشيخ النقوزي من الدخول باعتباره منتحل صفة. إذا منعني المعلومات مرة ثانية أنا سأقوم بإدارة الدائرة من الحديقة وأطالب الجهات المعنية العمل لحل هذا الموضوع، وأطالب السياسيين يلي وراء فرع المعلومات أن يحكموا ضميرهم وأن يخافوا الله في هذه الدائرة حتى لا تتجمد أعمالها. من المؤسف تماما ما وصلت إليه المؤسسة الدينية الأم في دار الفتوى في بيروت. هذه المؤسسة التي ملك للمسلمين وليست ملكا لأحد. هذه المؤسسة لا تدار بالكيدية أو بالحقد أو بالثأرية. يشار إلى أن المجلس الإداري لأوقاف صيدا كان قرر بالإجماع بتاريخ 15 أيار تجديد التعاقد مع المفتي سوسان للقيام بمهام رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في صيدا لمدة سنة إضافية تنتهي في 19 تموز عام 2014. عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب سيمو أبي رمية وحضور عدد من النواب ورئيس اتحاد كرة السلة روبير أبي عبد الله ورئيس اللجنة الأولمبية جان همام. إثر الجلسة كشف أبي رمية عن خارطة طريق إنقاذية تلبي طموحات الجمهور المحب لهذه اللعبة. طلبنا من رئيس اللجنة الأولمبية الأستاذ جان همام بالدعوة إلى تشكيل لجنة يرتئي من يرتئي أن يكون عضوا فيها من أجل وضع مواكبة اتحاد كرة السلة لوضع هذا النظام الجديد وتحديث وتطوير القوانين اللعبة، ونطلب بالمقابل من قبل النوادي التي قامت بادعاءات قضائية بسحب دعواها من أجل أن نقدم ملفا كاملا إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة يمكن لبنان من العودة إلى الخارطة الدولية الرياضية. النشرة بعد الفاصل. مخاوف أمنية ترافق زيارة البابا فرانسيس للبرازيل. تهنئة العائلة الملكية البريطانية بالمولود الجديد. احتشد عشرات الألاف في ريو دي جانيرو في البرازيل للترحيب بالبابا فرانسيس الذي بدأ أولى رحلاته إلى الخارج منذ توليه السدة البابوية لحضور الأيام العالمية للشباب، إلا أن الزيارة البابوية باتت تثير مخاوف متزايدة بسبب حماسة المؤمنين، إضافة إلى إمكان حصول تجاوزات على خلفية حركة الاحتجاجات الاجتماعية ضد غلاء المعيشة والفساد، وهو ما تجسد بتظاهرات على هامش لقاء جمع قداسته مع الرئيس ديلما روسيف، وقد اضطرت الشرطة إلى استخدام الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. وسط هذه الأجواء أعلنت الشرطة البرازيلية أنها فككت قنبلة محلية الصنع في مراحيض المرآب التابع لمزار أباريسيدا المريمي في ولاية ساو باولو، والذي من المقرر أن يزوره البابا فرانسيس غدا الأربعاء. لا تزال رسائل التهنئة تنهال من شتى أنحاء العالم على العائلة الملكية في بريطانيا بعد أن رزق دوق كامبريدج الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت بمولود ذكر سيحمل لقب أمير كامبريدج ويصبح ترتيبه الثالث على العرش. وقد تدفق الآلاف على أبواب قصر باكنغهام بعد الإعلان عن ولادة الأمير، وأطلقت المدفعية 60 طلقة تحية للمولود
كما قرعت أجراس كاتدرائية وستمنستر في إطار الاحتفالات التي تشهدها بريطانيا. في دي ان اي مباشرة بعد هذه النشرة، يجري نديم قطيش قراءة في المواقف من قرار الاتحاد الأوروبي إدراج ما يسمى الجناح العسكري لحزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية. مساء الخير نديم. مساء الخير لينا، ومساء الخير لمنير ايضا. يعني ببريطانيا رسائل تهنئه، وبلبنان رسائل تهديد. راح نحاول نفكك جزء منها بسياق دي ان اي بعد شوي. ونذكر الان بعناوين النشره. أكدت على الأهمية التي يوليها الاتحاد مواصلة الحوار مع كل الأطراف السياسية في لبنان ومن بينها حزب الله. بوخارست تجول على عين التين وقصر بوستروس، واليونيفيل يؤكد أن سلامة جنوده وموظفيه من مسؤولية السلطات اللبنانية. كان بإمكان حزب الله تجنب الوصول إلى ما وصلت إليه الأمور. المستقبل رحبت بالتوجه للحوار مع قيام حكومة جديدة من غير الحزبيين. الجيش الحر يبدأ معركة تحرير أكبر معسكر للنظام في الشمال، ومعارك ضارية في العاصمة وريفها. وإلى هنا النشرة، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء إن شاء الله. إلى اللقاء. يعيد المواطن حقوقه على دولته لنمنع إرهابه وتبييعه.